ده من بدري. كنت بحكي لعلاء بس مفادنيش بحاجة بصراحة. علاء مين ده اللي تحكي له بس؟ علاء ده ضايع. قولي البنت دي اسمها ايه؟ اسمها سما. نعم؟ اسم غريب صح؟ لا اسمها عادي جدا، بس مش ده الموضوع. طب قولي اسمها سما ايه؟ سما الشربيني؟ ايه ده وانت عرفت منين؟ انا مش مصدقه، دي صدفه عجيبه جدا. حازم انت لازم تنزل دلوقتي وتكتب عليها فورا. لا فهميني بقى ايه الموضوع. هفهمك يا سيدي. فاكر من فتره لما قلت لك انا جايبه لك عروسه بس مطلقه ومخلفه؟ لا ما تقوليش. لا هقول، هي سما في واحده صاحبتي كمان معاها. عايزه اقول لك سما دي مزه السنين، انا شفت صورها، بنت مؤدبه وبنت ناس وسمعتها زي الفل، وفي وسط كل البنات اللي سالت عليهم محدش اجمع على بنت زي ما اجمع على سما. سبحان الله، صدفه عجيبه جدا، بس اظن دي علامه واضحه، وكل المسائل اللي شغلاك عاديه وبسيطه وليها حلول. بص يا حازم، انا عايزاك تنزل دلوقتي وتكلمها وتصلح الموقف. بس انا برضو متردد من فكره ان حازم بجد بقى بلاش فكره التردد بتاعتك دي. انت عارف كويس قوي ان انا عمري ما كنت متحمسه انك تتجوز واحده كانت متجوزه قبل كده، بس دي بالذات انا ضمناها. بليز يا حازم. مساء الخير يا فندم، حضرتكم استاذه سما الشربيني؟ ايوه. اتفضلي يا فندم. ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي من المهندس حازم سيف الدين، ممكن حضرتك بس توقعي لي؟ حاضر. ماشي، الف شكرا يا فندم، اتفضلي. شكرا. انا اسف، ارجوك لما اتصل رد عليا. لو سمحت. أقول لك إيه، ما عندكش مزيكا تانية؟ يعني حاجة أهدى كده شوية تكون رومانتك. آه طبعًا في. طب ينفع تحطها؟ آه طبعًا حضرتك ينفع. طب تمام، طب والنبي غيرها لي بس بسرعة. أكيد. حاجة كده على مزاجك. تحت أمر حضرتك. تسلم. اتفضل. هاي. هاي. معلش سوري يا أسهل إني اتأخرت. لا لا أبدًا. أنا اللي بشكرك إنك أنتي جيتي النهاردة. لا على إيه، مفيش مشكلة. ها خير، أنت كنت عايز تشوفني ليه؟ كنت عايز أقول لك إن أنا آسف. آسف على إيه بالظبط؟ يعني على طريقة المرة اللي فاتت واختفائي الكام يوم اللي فاتوا دول. مش عارفة يعني، بس حاسة إنه عادي إنك تختفي، مفيش بينا ما يستدعي إنك تكلمني كل يوم مثلا. من غير لف ولا دوران. بصراحة كده أنا اتفاجأت من فكرة إن أنتي كنت متجوزة أو مخلفة. تشربوا حاجة يا فندم ولا أجيب مني ولا عشرة؟ تحبي تاخديها؟ لا ولا حاجة، أصل أنا مش هطول. طيب كمان شوية. تحت أمر حضرتك. شكرا. ها كنت عايز تقولي إيه قبل ما الويتر يجي؟ يعني بقول لك إن أنا اتفاجأت من قصة إن أنتي متجوزة ومخلفة دي. وانت مالك اصلا؟ مالي ازاي يعني؟ انت مالك اذا كنت متجوزه ولا مخلفه ولا متنيله على عيني ولا اي حاجه؟ انت ليه محسسني ان انت مثلا طالب ايدي وانا اتخبست عليك وخبيت عنك ان عندي ولد؟ في ايه؟ طب بالراحه شويه، انت داخله فيها شمال ليه؟ لا اصلك يعني واثق في نفسك بطريقه مستفزه بصراحه. بصي انا صحيح ما كلمتكيش في ارتباط رسمي، بس دي كانت نيتي. وماله؟ بس مين قالك بقى ان انا كنت حوافق؟ انت ليه متخيل ان مجرد ان دي رغبتك يبقى خلاص اكيد انا حوافق؟ مش بقولك واثق في نفسك بطريقه مستفزه؟ طب بص يا ستي، انا بكلمك دلوقتي بشكل واضح وصريح، انا مستعد دلوقتي اجي اتقدم لك واطلب ايدك من اهلك. ها بقى موافقه ولا لا؟ شيء غريب جدا، انت عبيط يا فندم. سوري مش قصدي يعني، بس انت ما تعرفنيش كويس اصلا، ما تعرفش حاجه عني. انا عارف وعندي معلومات كتير،
وكل اللي متأكد منه ان انا لقيت الانسان اللي انا بدور عليه. ما تسوقيش فيها بقى، كفاية كده لا يطير. طب بصراحة انت فاجئتني، انا محتاجة افكر شوية. اه طبعا خدي وقت، معاكي 5 دقايق. انت بتهزر؟ دي ماما تاني. طب والله ما انا رد. هناكل ايه؟ انا جعانه. يلا لو سمحت. شوف تخيل واحده تكون بتولد وتسال على جوزها هو فين، يقولوا لها ما استحملش اشوفك بتتالمي. طبعا هتحس قد ايه هو بيحبها وقد ايه هو انسان رقيق. تخيل بقى ان ماما تروح البيت عشان تجيب لي حاجه، تلاقيه هو وواحد صاحبه جايبين بنتين وقلبين وبنت عار. هو في كده؟ ايه الحقاره دي؟ ماما اصلا ما استحملتش المنظر البشع اللي شافته ده، اغمى عليها على طول واتنقلت على المستشفى. الغريبه بقى ان انا كنت قايله لريهام صاحبتي اني حاسه ان ماما هتروح هتلاقي حاجه مش مظبوطه. غريبه، اكيد ده مش طبيعي، لازم يبقى مريض. لا وحياتك ولا مريض ولا حاجه، انت لو شفته هتحس انه بني ادم كويس قوي وراقي ومحترم. ده انا صاحباتي اصلا كانوا بيحسدوني عليه. بس ياما في ناس بوشين. وانت علاقتك شكلها عامل ازاي بيه دلوقتي؟ مفيش علاقه خالص، حتى ابنه ولا بيسال عليه ولا بيصرف عليه. يا ما بيشوفش ابنه خالص. عارفه انا لما بحلم بالجواز اكتر حاجه بفكر فيها العيال. نفسي اخلف ولاد كتير جدا، نفسي يبقى عندي 4، يعني لولادين وبنتين. انت عندك استعداد تجيبي ال4 ولاد دول؟ دي حاجة بتاعت ربنا طبعا. أنا ما عنديش أي مانع أكون أم ل5 أولاد أو 4، بس بس إيه؟ أنا بصراحة يا حازم حبيت أقابلك النهاردة عشان أكلمك في موضوع الخلفة ده. الحكاية دي بقى هنرجع في كلامنا ولا إيه؟ أنت لسه قايلة دلوقتي إن عندك استعداد تخلفي؟ لو مستكتره 4 يا ستي نخليهم 3، بس مش اقل من 3. اوعدك اوعدك ان انا اعمل تامر زي ما بعمل بلادنا. المشكله ان تامر ابني انا خلفته عن طريق البيبي تيوب، يعني طفل الانابيب، كان بصعوبه جدا. بيبي تيوب؟ انا عندي حاله كده، يعني حاجة زي التصاقات في الأنابيب، وده بيخلي الخلفة صعبة جدا. إيه؟ أطلب لك قهوة ونلغي الغدا؟ أصل أنا شايفة نفس الرياكشن بتاع المرة اللي فاتت. بص يا حازم، هي دي أنا. أنا متطلقة ومخلفة، واحتمال كبير معرفش أخلف تاني. فلو عايز تكمل تمام، لو حاسس انك مش قادر يا ريت تقول لي. ودلوقتي لا ابدا، مش عارف اقول ايه، بس مش عارف ليه مصممه تفاجئني بحاجات ما اعرفش عنها اي حاجه. المهم ان كلها حاجات مهمه وخطيره. اللي انت بتقوله ده مش حقيقي. انا المره الاولانيه ما كانش مطلوب مني احكي لك اي حاجه عن حياتي الشخصيه، والمره دي انا جايب نفسي عشان اقول لك الحقيقه. يعني انا ما خدعتكش. بس انا اللي فتحت الموضوع. يا سلام، فرقت في ايه يعني؟ انا جايه بنفسي بقول لك عشان اكلمك في موضوع الخلفه. كون ان انت كلمتني فيه الاول ده ما يغيرش حاجه في الموضوع. انت بتكدبني؟ مش بكدبك، بس يعني المفروض انك انت. انا نفسي اجيب لك مرايه تشوف شكلك دلوقتي عامل ازاي. واحد تاني خالص. انا عايزه امشي. استنى يا سلام. انا همشي يا حازم، ولما تبقى عارف انت عايز ايه يبقى قولي.